بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، إلى آخر كلماته صلوات الله عليه. المؤمن بشره في وجهه، يعني بشاشته في وجهه. المؤمن بشوش، له وجه طلق فيه انشراح، عكس المنافق. المنافق لا، لم يكن هكذا. المؤمن بشره في وجهه، صاحب ابتسامة، الابتسامة تعلو وجهه. وحزنه في قلبه، إذا أصيب المؤمن بمصيبة ما تبين على وجهه، بل يكتمها في قلبه، ما يظهرها، ما تبين على وجهه، عكس المنافق. المنافق إذا أصابته أقل المصائب يتحول إلى طفل كبير. شوف المؤمن. المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com. المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.